مرحبا أرجوكي. I'm sorry. مثل ما شايفين بعنوان فيديو اليوم بدنا نجرب أنا وجودي أطيب أنواع الحلويات التركية. فاخترنا أنا وجودي منطقة السركش اللي هي قريبة من السلطان أحمد. هاي المنطقة كتير فيها سياح وكمان فيها محلات كتير حلو مشهورة. فهلا رح ندخل على كل محل ونجرب أنواع الحلو اللي عنده. فجاهزي جودي؟ Yes. ما نخبركم أي واحدة أطيب شيء إذا بتستخبزون. قبل ما نبلش بالجولة أنا حطيت لكم بعنوان الفيديو إنه شفت سليم اللي بمسلسل جانب الأيسر. فقبل ما تروحوا أنتوا تمشوا بالفيديو فأنا رح أحط لكم إياه أول مقطع. امبارح جودي ما كانت معي وأنا والله صارت صدفة، يعني أنا كان طريقي من هنيك تمام؟ فقلت يلا بمر من الحارة يعني، فمريت من الحارة لقيت سيارات التصوير، فأنا ماشي بالسيارة بلاقيها على الطرف هيك، فتحت الشباك وسلمت عليه وهيك، قلت له بدي أتصور معك بس خليني استناني هون راح أصف السيارة وأرجع. عك رح أصور فيديو رح أحط لكم الفيديو هون. بعدها إجيت وأخذت صورة معه، بس كان هو جودي كان مكتئب. عم تقلي جودي إنه أخذ دور، شو كان دوره؟ مو سيارة تنكيتو؟ هني بيدخلوا بالشخصية كتير يعني لما ايه هنن هيك حبوا، أوكي؟ سيارة تنكيتو ليش؟ أنا متابعة المسلسل. مو قال عنها إنه هي يعني سرقت. قال عنها سرقت؟ سرقت. والله لو عرفاني هيك ما كنت سلمت عليه، لا والله. هيك بيتهمها لسر. ايه هي مالها أكل وهلا هي صايرة مقلدة من برا، شو بعرف؟ أوكي نيسة. المهم على الواقع صراحة كتير حلو شخصية وكيوت يعني. لو هي رايحة بس مشان ما كنت لقيته بس إنه الصدفة. فبس هيك كتبتولي، أنا نزلت البوست على الانستغرام كتبتولي أنتوا إنه ليش ما صورتي معه فيديو هيك، فما حسيت الوضع ظابط إني صور فيديو. أولا لأن عملت كتير عن مسلسل جانب الأيسر، عملت فيديوهين عن جانب الأيسر، وكمان انه هو حسيته كان مكتئب يعني داخل جو اكتئاب يعني اكيد مشان الدور وهيك، فقلت انه مو ظابطه. نيسي هلا خلينا مع الفيديو، يلا خلينا نبلش. اول شيء انا جودي رح نجرب هذا المحل، مشهور كثير الكل بيعرفه، اللي هو حافظ مصطفى من 1864. تخيلوا قديش قديم جودي. هلا رح ندخل انا وجودي على المحل ونطلب من عندهم بقلاوه او يعني اكثر شغله مشهورين فيها. مشهور اطيب شيء عندكم اي وحده؟ كل فستق صح؟ فستق. شوفوا بيحكوا عربي كمان. هي بقلاوه بالشوكولا كمان صح؟ لا هذه بقلاوه بالفستق. هذه بقلاوه بالشوكولا. هي بالشوكولا، اوكي حلو. دوكي. شكرا. اهلا وسهلا. شوفوا بيحكوا عربي كمان. جودي نزلي الكمامه. كارشي قال لي ميز. تمام. أزمان فستق لبي شوكولاتة. سكرام تبي أصلاً ما فستق. أيام بندان. بي بورسيون ألاجع. تمام. كي بندان؟ أوكي. أولو. فأخذنا البقلاوة اللي هي بالشوكولا وبالفستق. نحن جربنا الفستق طيبي بس هلا نشوف الشوكولا. يا ليلي طيب جودي تمام. او ماي جاد الشمس، شوفوا منظرها. شايفين هي اللي بفستق وهي اللي بالشوكولا. جودي اي وحده حتجربي؟ انا رح اجرب اللي بالشوكولا اول شيء لانه اكلنا عنده اللي بفستق ومنشوف. البقلاوة يلي بالشوكولا حلوها اخف. الشوكولا حلوة اخف صح؟ بس هذيك اطيب. يلي بالفستق اطيب كثير. طيبة طيبة بس يلي بالفستق اطيب. شو رايك فيه كبقلاوة بشكل عام؟ رايك ما بهمنا بس معي شو قولي. نعم. بقلاوة طيبة عندك؟ طيبة طيبة، بس هذا هو معروف يعني. هلا انا وجودي بدنا نجرب نوع من انواع الحلويات التركية
اسمها كاتمر، هي مشهورة بإغاثة عنتاب. هي مو موجودة عندنا يعني، ما بيعملوها عندنا صح؟ عندنا ما عندنا، يا الدول العربية ما بيعملوها. فهلا رح صوركم اياه. حسب ما بعرف انه محل صفا يلي بسركجي هو افضل محل لهي الاكله، فهلا رح نجرب ونعطيكم راينا. هلا انا رح باخذ هي الكاتمير، عم يقول لي كاتمير لحالها ب 30، اللي مع البوطه ب 35. دندور ملوص، ايوه دندور ملوص. هاش تنابير ببورشلونه. هي هي الكاتمير، هي عباره عن عجين رقيقه، رقائق عجين، وبيضيفوا لها الفستق والسكر والسمنة وكمان قشطة. هي مشهورة بغازة عنتاب، بتصير بهذا الشكل. حتى هن بياكلوها على الفطور، بيشربوا معها شاي دمى. والله بيشربوا معها شاي كاتمي. هلا انا واقفه هون مشان اتعلمها وصير اعملكم منها بالبيت. لا ايش شوف قديش لازم تكون رقيقه. واو شفتوا شال الزوائد هي مشان تضل العجينه رقيقه. وهلا بضيف لها الفستق. بس كتير طيبة أنا بعرف. هاي سكر وهاي سمنة. قالت لي صار أنا كمان والله لازم هلا راجعة من النادي، جيت من النادي جهزت حالي ولوين حتى آخذ هاي. عادي بكره عادي بحرق بكره. شوفوا أحلاها كيف عم يلفها. شكرا سهلة عنا. ايه لا سهلة، قلت لي خلاص بدي اعملكم اياها بالبيت. هذا هو الكاتمير مثل ما شايفين، حطلنا معها دندورما، وهلا انا وجودي رح ننقض عليها. مثل ما بتعرفوا انه هلا وقت كورونا والمطاعم ما فيها اعداد، ممنوع القعده، فانا وجودي اضطرينا نجي على الحديقه لحتى نجرب. واحنا مشان الكاتمير ليه شو عملت انا؟ نطلع الشارع بدون ما تصير الإشارة حمراء. يا شو كذابة، شوفوا قديش رقيقة، كتير رقيقة، شوفوها كتير رقيقة. عن جد؟ مكمل. عن جد بتجنن، احكيها بالعربي جود. مكمل يعني مكمل يعني بيرفكت. جودي رأيك؟ طيبة طيبة كتير. حسيتها يعني تشبه طعمة الكنافة شوي، طعمة البقلاوة هيك شيء. سوري منك على القطع، بس انه هو شيء ما بتشبه طعمة الكنافة. والله حسيتها طعمة البقلاوة كتير خفيفة، كتير خفيفة، ما أنا حلوة كتير. أكثر شيء بتحسه بالفستق بس، عن جد بتجنن خصوصا مع البوزة. انا لما قرات عنه شفت انه بيشربوا شاي جنبه، قلت حلو بياكلوا حلو الصبح وبيشربوا شاي جنبه ومعقول يعني، صح جودي؟ بس لما دقتها حسيت قديش قديش خفيفه، وخرج انه تكون خرج تكون مع الشاي يعني، لو ما في بوزة مع الشاي. لا هلا انت عم تاكليها مع الدندورما، بس انه بدون دندورما يشرب معها شاي خفيفه. هلا اجينا انا وجودي شوي على الامينينو، هيك صار سركجي ورانا. اسطنبول بعد ما سكرت ما عاد لسه في اعداد بالمطاعم وهيك، تحسي عن جد اجواءها ماتت يعني. اوكي في زحمه وهيك، بس غير لما كانت المطاعم فاتحه وهيك كان احلى. صح جودي؟ هلا بتاكل العالم، كل واحد قاعد وعم ياكل. ايه صح، كنا اصلا على البحر مشان ياكل. ايه خليني اورجيكم الاطلاله هون. هذا هو ميناء الامينينو. هي السفن تروحي نروح، هي السفن كلها تطلع على كاديكوي، على اسكودار، هنا على الطرف الثاني. واذا شايفين هنيك برج غلطة اللي صاير بتاكسي. اللي متابع مسلسل مراش مثلي انا، بالحلقه الاولى صوروا هون ميناء امينينو، لما بالحلقه الاولى او الثانيه
كان صفاش بدي ياخذها لمهر فاجا بوراك وقعد يقوس هون هو مراشله فهون عميناء الامينه له. شايفه انا قلت يا الله قلت لك انا بضل عم افتل برا يعني لو 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 انا برا وكانوا هن عم يصوروا كنت قدرت يعني صورهم بس قسمت اشتي بس خلاص انا نفسي. هي قبل الكورونا هون امين انه قبل الكورونا كان ما بتتخيلوا الزحمه ما بتتخيلوا هلا في زحمه بس مو مثل زحمه قبل. انا بصراحه كنت اكره اجي على هي المنطقه لانه يكون فيها زحمه مو طبيعيه. انا بكره الزحمه. ايه فهلا يعتبر فاضي شايفين العالم يعتبر فاضي. صح صح تذكرت كان انا بوسط كنت امرق انا بني. صح شوف شوفوا يا غالي شوفوا الاجواء صوتي احلى انا ليه؟ هون هي السفينة بتعملكم جولة بالبوسفور تقريبا تبقى ساعة ونص ساعتين على شخص 25 ليرة يعني 3 دولار او 4 دولار. هي هي السفينة الكبيرة. هي محطة كلها بتطلع على الطرف الثاني مثل هي الكاديكوي اللي هي تابعة للآسيوية. هلا على وشي هيطلع له قرش. انا وشي خير لانه باي جاس بالك مبارك جليومو هذا بك الله بتاني وشي ايكي تاني قلت لكم وشي خير طلعت له سمكتين سمكه واحده قلنا لدي ايكي تاني ميجيلي قال شو كتير انا فكره وش خير عملي بالعادي بيجي اكثر كلاي قاس ناوي الجمالات انا حسته بالزلمة حسبت كمان حسبت انا ما كنت فطراني شي على فكرة شو بدي فطرت يمكن انا ما فطرت انا كله حلو وحلو كله حلو وحلو فما بعرف شلون بدي اكمل هلا رح تكون هي اخر شي اسمه كاراكوي قولو اولو الفرع الوحيد هون بكاراكوي. سو مشهور بهي هي بقلاوة البرجر يعني هي عاملينها على شكل برجر نفس فانكي بقلاوة بس انا شكلها هيك. بس شكلها حلو انه بدل ما تكون بقلاوة هيك صغيرة فعاملينها برجر حلو منظرها بس احنا اكلنا بقلاوة هي بتشبه الهريسة بس بدنا نشوفها كيف عندهم اسمها سلطانية رح ناخذ هلا حنجرب انا وجودي اخر نوع حلو اللي جبناه من كاراكوي قولو اولو اللي هي هاي انتم شايفينها صح شكلها بيشبه شكل الهريسة اللي عنا بس ما حسيت الطعم ابدا تشبهها حسيت حلوه شوي جارح صح جولي انت حسيتي هالشيء حلوه جارح هيك حلوه زياده بس الفستق اللي عليها كثير طيب شو اكثر نوع حبيتي؟ كاتمير كاتمير يعني انت بتفضلي كاتمير؟ ايه اكيد وانا كمان كاتمير رائعه اذا اجيتوا على تركيا اللي برا تركيا عم يحضرنا لازم لازم تجربوها عن جد كثير طيبه قلت لك اذا عملتها بالبيت بعرف؟ لا هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى يكون عجبكم حبيتوا الفيديو لو حبيتوا الفيديو تنسوا تعملوا لايك تشتركوا بالقناة لو انتم جدد وان شاء الله الاسبوع الجاي رح صور لكم مواقع تسوي مسلسلات وتروحوا لعنا وروحوا لعن جود رح احط لكم رابط قناتها تحت صندوق الوصف كمان بالتعليقات فروحوا اشتركوا بقناتها لانه حنزل فيديوهات كتير على قناتها و باي باي.